أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، أقدم لكم الموجز الإخباري الأخير من الفضائية التشادية. عقد رئيس الوزراء كالزبي بهيمي ديبي يوم أمس أول لقاء مع رجال الأعمال وبعض من أعضاء الحكومة، وذلك من أجل النظر في كيفية مد العون للتشاديين العائدين من أفريقيا الوسطى. تفاصيل لدى حسن درمت. العملية البربرية التي قام بها سكان جمهورية أفريقيا الوسطى في حق المواطنين التشاديين في بانجي، هذه جمعت كل النفوذ التشاديين بالداخل والخارج، وأن هذه العملية حتى الآن لم تتوقف في حق التشاديين صغارا وكبارا. جاء رجال الأعمال التشاديين للتأكيد تضامنهم والوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل رفع المعاناة النفوذ إخوانهم. نستمع لرئيس القربة التجارية سراج غلام الله. رئيس الحكومة خبرنا بالحالة المؤسفة القاعدة في سنترافريك، وزي ما تعرفوا دلوقتي اليوم رفيجي كثير جايين من سنترافريك وحالتهم صعبة، ودلوقتي طلب مننا في نوقف الناس، ولكن اليوم التشادين كلهم الحالة في سنترافريك هي حالة توجع الناس كله، وفشان ده نقول للتجار كله خليه يقوموا بجهودهم، التجار التاجر الصغير الكبير أي واحد على حسب قدرته فشان نساعد أخواننا الجومين سنترافريك. كما أضاف رئيس غرفة رجال الأعمال التشاديين علي أباس سيتشي، كان مشيت بس نخبر أودو هنا باترونا كلهم بشيء الحاصل، وشيء الحاصل لا ما سهل. الشعب الشادي على حسب مرق من سنترافريك وجابهم بطيارات وبالوطائر ده تابانين بينهم اطفال يعني دقاق ونسوان حتى يدخل ياكل ما عندهم يعني. رئيس الحكومه كذبي بايمي ديبي شكر هذا التضامن من اجل الوحده بين ابناء تشاد، وان الحكومه تعمل كل ما في وسعها من اجل انقاذ مواطنيها في بانجي واستتباب الامن والاستقرار في جمهوريه افريقيا الوسطى. تواصل القوات التشادية العاملة تحت مظلة الماسكة تواصل عملها في حماية وضبط الأمن في العاصمة بانجي بالرغم من الانتقادات السلبية التي وجهت إليها. أحمد آدم. الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له القوات التشادية العاملة بأفريقيا الوسطى تحت الماسكة من قبل الخارجين عن القانون المسمون بأنتي باركا لا يغير من عظيمة القوات التشادية في أداء مهمتهم، وها هم يقومون بعمليات المراقبة في المدينة التي شهدت انفلاتا أمنيا في الأونة الأخيرة. القوات التشادية تعمل تحت إمرة البعثة الدولية لتأييد أفريقيا الوسطى، وهي تدخل الأحياء وتجوب الشوارع لإعادة الهدوء والأمن للمواطن الذي أصيب بالهلع، وهكذا تأمين مباني المؤسسات الحكومية. هذه القوة تلقى تأييدا ومساندة من قبل السكان، وذلك بالهتافات والكلمات الطيبة. وقال قائد القوات التشادية إن مجرمي أنتي باركة لا يقللون من معنويات القوات التشادية رغم ما قاموا به، إن أفراد قواتنا شاهدوا الكثير وهم محترفون في العمليات الدولية، وها نحن نقوم بمهمتنا الإنسانية لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، وإذا استمر الأمر هكذا فلنا عدة استراتيجيات لإنهاء إجرامهم. عملية تقوم بها القوات التشادية ليل نهار في ظروف صعبة تحتاج لتأييد دولي. ونبقى في العاصمة بانجي، وأمام الصحافة المحلية والدولية نفى وزير الخارجية والتكامل الأفريقي موسى فكي محمد كل ما يذاع على بعض الوسائل الإعلامية الدولية حول تصرفات القوات التشادية وموقف الحكومة التشادية تجاه جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها. أحمد أدم. في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده كبير الدبلوماسية التشادية موسى فكي محمد، وخصص المؤتمر لما يدور في هذه البلد الجار، موسى فكي محمد تحدث عن ما يدور حول التباعد أو الشروخ بين التشاديين والوسط أفريقيين والحوادث وحول ما يقال في بعض وسائل الإعلام الدولية. قال الوزير إن القوات التشادية جاءت إلى أفريقيا الوسطى في مهمة دولية بجانب قوات الكونغو الكاميرون الغابون وتحت إمرة الميسار والفوماك والميكوباكس والآن تحت الميسكا. القوات التشادية تصرفت بصورة مهنية، فلماذا هذه الحملة الشنيئة من قبل بعض الصحافة الدولية؟ قائد الميسكا وقائد العمليات كذبوا هذا ولم يوجهوا أي جهة لقول ذلك. وصف الوزير العملية بالمؤسفة وأضاف أن تشاد ليس لها أي أجندة بأفريقيا الوسطى، إنها دولة جارة تربطها علاقة تاريخية بتشاد،
وهناك جالية وسط أفريقية في تشاد والعكس، فلماذا هذه التعبئة الغير عادلة للقوات التشادية التي منذ شهور وجدت الإشادة من قبل المجتمع الدولي؟ هناك مفاجأة في تشاد، ليس للهجوم على الأسكريين ولكن للمواطنين العزل الذين مكثوا في أفريقيا الوسطى عشرات السنين، والبعض لا يعرف تشاد ولا أي لغة تشادية. أقدم نداء للإخوة بوسط أفريقيا وأقول لهم إن التشاديين ليسوا أعداء لكم، لا تتبعوا السياسيين الفاشلين ويريدون إغراق بلادكم في أطون الحرب. وختم الوزير فكي بأن تشاد تساعد أفريقيا الوسطى للخروج من هذه الأزمة. وبعد عودته إلى أرض الوطن، أشاد وزير الخارجية والتكامل الأفريقي موسى فكي محمد بجهود القوات التشادية ميدانيا. نستمع إلى جزء من كلمة وزير الخارجية. نحن ضمن قوات حوالي 6,000 جندي من شتى دول الأفريقية، في نوع من الدعاية مبسط تشاد، وخاصة من الرئيس السابق وأعوانه، ويرمي اللوم في تشاد. تشاد ما عندها أي أجندة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ونحن عندنا جالية كبيرة متواجدة في هذه البلد، وعلاقاتنا تاريخيا كانت علاقات ممتازة جدا. في ناس يحاولون أن يعرقلوا هذه العلاقة، وأظن هذا غير مبرر أبدا. قدمت الجمعية الخيرية لأبناء أم التيمان مساعدات لأبناء الإقليم القادمين من جمهورية أفريقيا الوسطى. هذه المناسبة ترأستها رئيس الجمعية السيدة البتول زكريا. ثريا محمد ضمة. العائدون من أفريقيا الوسطى من جراء القتل والتشريد وجدوا استقبالا حارا من قبل ذويهم، وعلى سبيل المثال أبناء مدينة أم التيمان الذين على رأسهم وزيرة التعليم الأساسي ومحو الأمية البتول زكريا، وبنت مالهم وكبار العاملين بالدولة من أبناء أم التيمان، حيث قدموا مساعدات عينية تتمثل في 100 جوال أرز، 100 جوال سكر، 100 صفيحة زيت، 50 كرتون صابون، إضافة إلى 10 جوال لبن وخمسة جوال شاي. وسوف توزع هذه المعونات ل16 من الأسر الذين استضافتهم 35 أسرة بالعاصمة، ونشير إلى أن هذه المعونات سوف تتواصل إلى أن تستقر الأحوال بدولة أفريقيا الوسطى ويتوقف سيل الوفود القادمة من أبناء الشعب التشادي. نقدم شكري وكل جزيل الشكر لكل الأخوان من ريجون سلامات بالمبادرة القمة فيها دي، ودي مبادرة يعني ما تنكتب في التاريخ وما نقدر نقول كيف نعبره. يعني كل واحد قام بقلبه بدمه بلحمه، ليل ونهار جايرين يشوفوا الأخوان كيف قاعدين، والحمد لله اليوم وصلنا شيء بسيط. ونقول الأخوان الآخرين القاعدين بيسمعونا وما قدر يوم اللي وصلوا كله، نقول لهم يا إنا حس أكل باب التبرعات فاتح. عبد الكريم موسى عبد الكريم عضو لجنة أبناء سلامات الخيرية أشار إلى الهدف من تكوين جمعيتهم ودورها في خدمة أبناء المنطقة. شيء ده قاموا به الأخوان هنا منطقة سلامات الموجودين حاليا في جمينة، الشيء اللي قامت به الحكومة هنشاد لمساعدة المنكوبين واللاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى شيء جميل، وشيء ما شاء الله عمل بدور شكر كثير، ويشكرهم التاريخ إن شاء الله. لا شك أن الحكومة التشادية بذلت غصارى جهدها في إنقاذ الجالية التشادية بجمهورية أفريقيا الوسطى حفاظا على أمنهم وسلامتهم. نظم اليوم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم مؤتمره العادي، حيث تم تكوين أعضاء الخلايا الأساسية للحزب، وذلك بحضور وفود أتت من مختلف أقاليم البلاد. المزيد لدى الزميل علي فاضل. بحضور حاشد لمناضلي ومناضلات الحزب إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي، تأتي هذه الاحتفالية لحزب التجمع الديمقراطي من أجل تقدم RDP، وذلك بمناسبة مرور 22 عاما من تأسيس الحزب الذي أسس عام 1991. هذا وخلال هذه التظاهرة تم تعيين 3 منسقيات جديدة للحزب،
المنسقية الأولى لكبار السن والتي يترأسها محمد كارتو، ثم المنسقية الثانية للنساء وتترأسها مريم إبراهيم بدو، وأخيرا منسقية الشباب يترأسها دبي كونيه. وبهذه المناسبة تحدث الأمين العام للحزب داوود كينافور، والذي تطرق في حديثه حول العلاقة الموجودة بين حزبه وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، حيث أشار بأنهم وقعوا ميثاقا مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في 7 ديسمبر 2010، وأضاف بأن هذا الميثاق الذي وقع مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ لم يكن لمصالح شخصية وإنما جاء لمصلحة الوطن. ثم أشار بأن حزب التجمع الديمقراطي من أجل تقدم ضد كل ما يؤدي إلى زعزعة استقرار أمن وسلامة البلاد، وليس لدى الحزب مطامع شخصية. ومن جانب آخر تطرق إلى الأحداث الراهنة في جمهورية أفريقيا الوسطى وما تعرضت له الجالية التشادية المقيمة هناك. يقول لها سنتر أفريقيا يعني أفريقيا الوسطى. حصل المشكلة السياسية عندنا إيال جابوهم هنا انتو كنا تشهدوا طيارة قادة تنقل تجيب ده إيال وادين ده دقاق بس من الخوف قبيدة أن تعرفوا ده بس خلاص طيارة جادة ما يرجع أبوه ما يرجع أمه دخلوا بس. وحكومة ودت جيش طبعا عنينا كنا حكومة هسا شالت فكرة الأسا قاعد تخدم ده الـ RDP بقول تواصل شخاليته بناهي أنا وينو يعني هناك بقول لها مسكا يقودوا يخدموا مثل ناس آخرين بخدموا. وتبقى الإشارة بأن حزب التجمع الديمقراطي من أجل تقدم RDP يعتبر من الأحزاب المتحالفة مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. قامت مؤخرا وزيرة القروض الصغيرة بجولة إلى بعض الأقاليم الجنوبية للبلاد، وذلك بهدف توعية السكان في كيفية الحصول على القروض الصغيرة. المزيد لدى حليمة سعدية يعقوب. بعد إقليم لوغون الغربي انطلقت الغافلة إلى إقليم شارية الأوسط، وعلى رأسهم وزيرة القروض الصغيرة لصالح ترقية المرأة والشباب بنات تشاليسو، حيث أخذت لقاء مع المواطنين ومسؤولي مؤسسات القروض المالية الصغيرة، وذلك بهدف توعية السكان وتوجيههم حول الاستراتيجية الوطنية للقروض الصغيرة. بدوره حاكم إقليم شارية الأوسط يامباي ماسيرابيل شكر الوزيرة على اهتمامها بهذا الإقليم، وأكد لها أن هذه الفكرة تساعد الشباب العاجلين عن العمل. أما وزيرة القروض الصغيرة لصالح ترقية المرأة والشباب أشادت بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أوصى بضرورة تخصيص جزءا من هذه المبالغ لصالح ترقية خدمات القروض الصغيرة، لأن المستفيدين منها الزبائن والشركاء ومؤسسات المالية الصغيرة والمنظمات الغير الحكومية والمشاريع التي تتطلب منها. ونذهب إلى الجمال، حيث توجت الأنسة ديفيرا ساكادي من إقليم مايوكيبي شرق، توجت مساء أمس ملكة جمال تشاد لعام 2014 هنا في العاصمة أنجمينا. التفاصيل لدى محمد حسن محمد. الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يشمل الأعداد والتقاليد والأغزو من كل فن من فنون الحياة، بحسب الرائد الثقافي تايلور. من هذا المنطلق تنظم سيدة البلاد الأولى هند ديب إتنو بالتعاون مع وزارة الثقافة مسابقة اختيار ملكة جمال تشاد، وتعد هذه الدورة السابعة التي يتم خلالها اختيار الملكة لهذا العام 2013-2014 بمشاركة 15 مترشحة يمثلن كل من إقليم بحر الغزال ومايوكيبي الشرقية ولوغون الغربية ولات ووداي ولوغون الشرقية وشاري الأوسط ومندول وبركو وتنجلي وجيرا وإنيدي الشرقية وحجر لميس ومايوكيبي الغربية ونجمينة، حيث تتكون لجنة التحكيم من شخصيات أكفاء مخضرمون ونيطت إليهم إجراء المسابقة. ولدى خطابه وزير الثقافة وحفظ التراث الوطني أثنى على جهود جميع المشاركين والمساهمين في إحياء هذا الاحتفال الذي سيتم فيه اختيار ملكة جمال تشاد. Je respecte les promesses, je reste toujours à toi.
هذا وتخلل الحفل العديد من العروض من قبل المتسابقات، ففي الجولة الأولى تم إسقاط 5 منهن بقيت 10، وفي المرحلة الأخيرة تم اختيار 3 العوائل من بين 10، حيث وشهد وتوجد الفائزة بالمرتبة الأولى لملكة جمال تشاد لهذا العام من إقليم مايوكي بالشرقية تيفيرا ساكاديب، وفي المرتبة الثانية أمينة ستيفاني من مدينة جمينة. أما المرتبة الأخيرة درومباي إيدي لوغونا الشرقية. الجدير ذكر في هذا الصدد أن الفائزة بتاج ملكة جمال تشاد تكون حاملة تاج الملكة ابتداء من إعلان النتيجة وانتهاء بهلول 28 ديسمبر عام 2014، وتحظى بسيارة راف كات ومبلغ 14 مليون من الفرنكات الإفريقية وراتب شهري يقدر ب 100 ألف فرنك سيفا وهدايا أخرى متنوعة من قبل الشركاء. ونبقى مع المرأة أيضا، حيث تستعد المرأة التشادية لاستقبال العام الجديد كغيرها من باقي نساء العالم. الزميلة مريم عبد الرحيم تجولت في بعض صالونات التجميل وعدت لنا هذا التقرير. يستعد العالم لوداع العام الميلادي 2013 ويستقبل العام الجديد 2014، ولهذا الصدد نجد صالونات التجميل مكتظة بالنساء اللاتي جئنا من مختلف الدوائر من أجل تجهيزات لاستقبال السنة الجديدة، حيث كان النسوة يتجملن من جميع النواحي من الشعر والأظافر والحناء وحتى الملابس. وفي إثر هذه التجهيزات قام فريق من التلفزيون بجولة داخل العاصمة، حيث التقى ببعض الزبونات التي عبرن لنا عن شعورهن بالسنة الجديدة وعن ماذا جئنا يفعلن. جيت في صالون، أي صالون فين جامعنا مالان ناس مالانين، وجيت في صالون أنا إسماعيلة ناس كل مالانين عشان سنة جديد تأدي الروح. وبكان هيني دا أنا ما أليم يجيت كان يجكرة كتير كل غير مشتومي. كما أن بعض أصحاب الصالونات التجميلية أكدوا أن صالوناتهم دائما ممتلئة بالزبائن، وليس فقط مع بداية كل سنة أو في المناسبات أو الأعياد، حتى في الأوقات العادية. نتمنى أن يكون العام الجديد عام سلام في المعمورة بصفة عامة وتشاد بصفة خاصة، وكل عام والنساء بخير. ومن التجميل إلى الرياضة، حيث انطلقت رسميا مساء أمس البطولة الثامنة لرياضة الجيدو والتي تنافست عليها 5 فرق محلية، حيث حضر هذه المنافسة وزير الرياضة والشباب. المزيد لدى شريف محمد أحمد. 3 فرق من العاصمة وفريقين من خارجها هي الفرق التي شاركت في الانطلاقة الرسمية الثامنة لبطولة الجيدو المحلية. فريق صار هي المشاركة الأولى له بالبطولة، أما فريق كودو كوم فهي ثالث مشاركة له. من ناحيته رئيس الفيدرالية التشادية لرياضة الجودو أبكر جرمة أكد بأن الفيدرالية قد تحصلت على دعم كامل من وزارة الشباب والرياضة، وهو أمر جيد للفيدرالية لرفع مكانة هذه الرياضة في كافة أنحاء البلاد، شاكرا وزير الشباب والرياضة والوزراء الذين سبقوه على هذا الاهتمام البالغ بهذه الرياضة حديثة الولادة في البلاد. وبعد المنافسة التي جرت بين الأفرقة تحصل فريق فيليكس إبويه على المركز الأول، وأتى ثانيا فريق ثانوية واليا، وأما المرتبة الثالثة فقد ذهبت إلى ثانوية القلب المقدس، وجاء رابعا الفريق القادم من بنغور، أما فريق كودوكوم فقد تحصل على المرتبة الخامسة والأخيرة. من جانبه وزير الشباب والرياضة آدم فورتي أكد بأن وزارته على أتم الاستعداد لدعم الفيدرالية التشادية للجيدو بشتى الإمكانيات المتاحة من أجل المشاركة في المحافل الدولية، ونشير بأن الفيدرالية التشادية للجيدو تعزم على تنظيم بطولة الجيدو 35 لإفريقيا في العام 2014. نهاية هذا المجزء الإخباري الأخير لهذا المساء، ألتقيكم غدا في نفس الساعة، في أمان الله.